منذ فجر التاريخ كانت الطاقة ولا تزال في قلب الحضارة الإنسانية محفزاً للإبداع البشري ومقربة بين الشعوب ودافعة المجتمعات نحو الازدهار. اليوم يقتضي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة الكفاءة في استهلاكها وتوفيرها بسبل أكثر يسراً وأقل كلفة للجميع. وانطلاقاً من دورها البارز في صناعة الطاقة العالمية، أصبحت المملكة في طليعة الساعين لتلبية هذا الطلب. ينظر للبترول كمحفز للتقدم لعقود قادمة، وهو ما جعلنا ننشئ مركزاً رائداً في قلب قطاع الطاقة العالمي،